نسهره من عذابي نفسي ارتاح بين ايديك. يا سلام على الروقان. على فين كده ان شاء الله؟ عندي ميعاد مع ندى يا حاج. ايوه يا عم، اتاريك رايق ومتشيك على الاخر. هنعمل ايه بقى؟ ما انتوا السابقون واحنا اللاحقون. ربنا يوفقك يا يوسف ان شاء الله. الله يبارك لك. بقول لك يا حاج، دلوقتي عدم مؤاخذه يعني، لو ندى سالتني قالت لي ميعاد الحفله والخطوبه والحاجات دي، انت ارد عليها ولا ايه؟ خطوبه ايه بس؟ ما انت عارف اللي احنا فيه، كلها الظروف اليومين دول مش سامحه يعني نحدد ميعاد الخطوبه وحاجات من دي. ليه يا حاج بس؟ ما سيب ندى تختار الميعاد اللي يناسبها، دي عروسه وعايزه تفرح. ما انت عارفه الظروف اللي احنا فيها يا دلال. يا حاج ظروف ايه وجوابات ايه؟ بقى احنا عايزين نفرح، وبعدين الحقيقه ابقى من الميت. طيب عندك حق برضه. خلاص شوف خطيبتك عايزه ايه واعمله لها. والله ما عارف اقول لك يا حجيج. الله يبارك لك. خلاص يا حبيبي. الله يبارك لك. مبروك. طيب سلام عليكم. يا مان الله. ابقى سلم لي على العروسه يا يوسف. اوكي يا بوب، انا رايح لسكرتيره التحريم، مش عايز حاجه. شكرا محمد. ماشي. صباح النور يا ريم. انت مش قلت لي ان احنا زملاء ولازم نتعاون مع بعض؟ طبعا. قلت لك ما في حاجه ولا ايه؟ من فتره كده كنا بنتكلم في موضوع تجاوزات رجال الاعمال، وانت لفتت نظري لحاجه، فاكرها؟ طبعا فاكرها. قلت لك هنفضل نقول كلام في كلام لغايه ما يبقى معانا مستندات بجد، ساعتها تبقى خطه صحفيه حقيقيه. اوكي اتفضل اقرا. ايه ده؟ دي المستندات اللي هتثبت صحة كلامنا. أنا هسيبك تقراها وبعدين تقول لي إيه رأيك. متشكر. متشكر يا ريم. متشكر على كل حاجة بتعمليها علشاني. لا أنت ما تشكرنيش على حاجة. ده واجب عليا. مش إحنا زملاء ولازم نقف جنب بعض؟ بعد إذنك. اتفضل يا حاج. آدي القلم السحري أهو. سحري؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هشتغل هشتغل. هو هيطلع منه حاجه يا ابني؟ وده مكسبه كويس. ده بيعمل ايه يعني؟ ده مكسبه كويس يا حاج؟ هو احنا هنلاحق على طلبياته؟ ده كله دلوقتي عايز يتجسس على كله. يعني ده تقريبا اتكلف كام بعد جمرك ونقله والحاجات دي كلها؟ ده تكلفته يا حاج 32 جنيه. 32 جنيه؟ طب ده بالميت بقى لازم نبيعه بمياية. مش عارف ليه قلبي مش مطمن، حاسس ان احنا هنتورط في البضاعه دي. بقول لك يا حاج، سيب عليا الموضوع ده وما تحملش همه. ماشي. الاستاذ اباظه وصل. خليه يخش. بقول لك يا حاج، اباظه ده المشتري اللي هيشيل البضاعه كلها. سيبه لي. اتفضل. اتفضل يا استاذ اباظه. يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا اهلا يا حاج. يا اهلا يا حاج. اهلا. ايه النور ده؟ حاج اباظه اهو. اهلا. ادي يا سيدي عينات البضاعه الجديده. عين بنفسك. الله 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 الله. ما شاء الله ما شاء الله. ايه الحلاوه دي؟ انا بالصلاه على النبي كده البضاعه دي كلها تلزمني. بس بقول لك يا حاج اباظه، البضاعه دي بالذات كلها كاش. كاش؟ كاش ايه يا عم يوسف؟ بالراحه علينا شويه يا عم. صلي على النبي، ده حيالله حته قلم سوقه في دخلة المدارس وشكرا. عليه الصلاة والسلام. لا يا عم هات القلم اهو. ولا سوقه دخلة مدارس ولا بتاع. ادي القلم اهو يا عم، ويا دار ما دخلك شر. خير؟ مالك يا استاذ يوسف؟ ببص لك كده ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ ان شاء الله مفيش حاجة. خلينا احنا في موضوعنا. قول لي اخبار الحاج جد ايه؟ يا ساتر يا رب على دي سيرة. والنبي افتكر لنا سيرة عيد. لا يا حاج سيد يا باي عليه راجل، ده لا بيقبلني ولا انا بقبله. بقول لك ايه؟ ده حتى بيكره كره العمى يا حاج. يا ساتر. اعوذ بالله يا راجل، ده كلام؟ الحاج جد ما بيقبلنيش. ده الحاج جد ده راجل سكره طيب. طيب ده انت اللي طيب يا حاج. ده حرامي. طيب تقول حاجه هنا؟ تعالى بقى شغلنا العفريت. موسى نبي، عيسى نبي، محمد نبي، وكل من له نبي يصلي عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تعالى يا عم الشيخ، تعالى صلي معانا على النبي عليه الصلاه والسلام. ورينا كده.
ساتر يا رب على دي سيرة، والنبي افتكر لنا سيرة عيد لها حاج سيء. يا باي عليه الراجل ده لا بيبني ولا انا بقبله. بقول لك ايه، ده حتى بيكره كره العمى يا حاج. يا ساتر اعوذ بالله يا راجل، ده كلام الحاج جد ما يبنيش، ده الحاج جد راجل سكره طيب. طيب ده انت اللي طيب يا حاج، ده حرامي. طيب ازيك طالع في السيما؟ الله، شفت بقى القلم الساحر ده بيعمل ايه؟ يعني ممكن تخرب بيت اي حد وانت واقف كده على كيفك. يا حاجة باظة، جاي ولا قلبك خفيف ولا ايه؟ قلبه خفيف ايه؟ ده راجل زي الفل، وخلي بالك دي بضاعة روفي، مش هتلاقيها غير عند الحاج سيد الدقاق وولاده. ما شاء الله، ما شاء الله يا حاج سيد. طيب قول لي بقى بالصلاة على النبي كده، الحته تقف عليا بكام بالظبط؟ 200 جنيه. ايه يا يوسف يا ابني؟ انت مش قبل كده لسه قايل لي ب 300 يا؟ الله الله الله، ده رايح يا حاج؟ 300 ايه و200 ايه؟ ده كتير قوي يا حاج قوي. طب يا عم انت حبيبنا برضه، الراجل ده حبيبنا، ده لسه شاتم في الحاج جاد. طيب بص يا حاج، وده اخر كلمه عندي، والسعر ده محدش غيره هياخد بيه، 180 جنيه. لا اسمع كلمتي الاخرانيه بقى، عم اباظه حبيبنا مش هياخد باكتر من 175 جنيه. يا نهار اسود، ام جاي ايه يا حاج؟ قفلت، مفيش كلمه خمسه عشانه برضو، ده حبيبنا. وحيدو، عملت لك مفاجاه، جبت لك حاجه بقى يا رب تعجبك، قميص جديد. بكام؟ بفلوس كتير يا سيدي. وبعدين ايه بكام دي؟ هو انت ناوي تديني تمن ولا ايه؟ ده هديه. هلبسه فين يا سمر؟ هو انت شايفاني مقطع الخروج قوي؟ هتلبسه يا سيدي وتخرج بيه. وانت ما تخرجش ليه؟ مش من حقك يبقى عندك يوم اجازه تخرج فيه وتتفسح؟ تقدري تقولي الكلام ده لابوكي؟ ده انا لو طلبت اجازه هيرميني بره البيت، مش انا يا سمر اللي يعيش زي البني ادمين. يا وحيد انت ليه محبط كده؟ وبعدين انت ليه مالكش صحاب تخرج معاهم؟ ليه؟ العربيات اللي في الجنينه والورد وكتب اللي انت شايفاها دي، مش انت مبسوط معاهم؟ دي اهم حاجه، المهم تكون مبسوط، والمهم ما تضايقش نفسك ولا تحبط ابدا، علشان الزعل ده ممكن يخليك ما تخفش بسرعه. وبعدين كنت عايزه اطمن بقى، انت الدواء بتاعك بتاخده بانتظام ولا لا؟